الحياة انعدمت، يعني ما ظل الحياة خالص، الحياة صعبة جدا. كنا عايشين بقرية ريفية، عايشين عائلة كاملة مكتملة. كنت أروح وأرجع، بلشت المشاكل، بطلت أنزل على سوريا، أخذت أولادي، صار في مشاكل، يعني صار كعصابات، حرب مع جيش النظام، يعني ما ظل كهرباء، ما ظل مي، يعني الحياة انعدمت، يعني ما ظل الحياة خالص، الحياة صعبة جدا. لا يوجد عمل، عطلة، مستقبل الأولاد، يعني أنا اضطريت، عندي ابني عمره 14 سنة و 15 سنة أنه أشغله لما أجي على أمريكا صار يدرس، يعني مستقبل أولادي أفضل بكثير. لو ظلوا بالأردن راح يدمر مستقبلهم الدراسي والوضع، يعني ما أقدر ألبي لهم احتياجاتهم، يعني بتوصل الأمور إلى المأكل والملبس، يعني بضيق بيكون الوضع، وضع سيء جدا، لأنه الأردن بلد فقيرة وما فيها أنه الواحد يأمن حياة سعيدة فيها. أول ما دخلنا البيت، فتحنا البيت، البيت كان ممتاز، شعرنا بفرحة، شفنا قرآن، شفنا سجادة صلاة حطينا، يعني شعرنا براحة نفسية، كنا سعيدين جدا. الأولاد بيلعبوا الألعاب، يعني كل ما نحتاج كان موجود في هذا المنزل. مقارنة بالوضع اللي كنا فيه، نحن كنا حاسين حالنا مبسوطين كثير وكنا سعيدين لآخر درجة.